ولنقاش الملف التونسي والحديث عن التطورات السياسية في تونس وتداعيات قرارات الرئيس قيس سعيد على البلاد، وسط رفض البرلمان قرار تجميد عمله، ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة تونس الصحفي والناشط السياسي زياد بومخلا. أهلا بكم سيدي. أهلا مرحبا. إلى أي مدى أجهزت إجراءات الرئيس قيس سعيد الأخيرة على التجربة الديمقراطية الوليدة في تونس، أم أنها صوبت مسارها فقط؟ طبعا لا يمكن الحديث عن تصويب مسار هنا. لا شك أنه القرارات التي أعلنها الرئيس قيس سعيد أتت على جزء معتبر من عملية الانتقال الديمقراطي في تونس ومن مكتسبات ثورة الحرية والكرامة. نحن نتحدث عن سطو كامل على مؤسسات السلطة التنفيذية وانفراد كامل بقيادة هذه السلطة في مخالفة واضحة وصريحة لدستور البلاد، وإن تعلل رئيس الجمهورية بأنه تحرك من داخل الدستور. الحقيقة نحن أمام منعرج خطير تعرفه تونس، وهناك محاولة جدية لإقحامها في أتون حقبة ديكتاتورية جديدة باستنجادا بما كما قلت بدستور، ولكنه هو في الحقيقة تأويل فاسد وتأويل بعيد كل البعد بشهادة أغلب الخبراء الدستوريين. فضلا بالحديث عن الجانب الدستوري سيد زياد، ما مدى قانونية الاستناد إلى المادة 80 من الدستور الجديد في اتخاذ مثل هذه القرارات؟ طبعا الرئيس قيس سعيد استفاد من ثغرة هائلة موجودة في بنية النظام السياسي، وهي غياب المحكمة الدستورية التي يعود لها في مثل هذه الحالات ترجيح الخلاف بين مختلف الأطراف ومؤسسات الدولة، وتفرد بتأويل يخصه. أغلب الخبراء الدستوريين هنا في تونس أكدوا أن هذا التأويل تأويل بعيد كل البعد عن روح الفصل 80، وهو تأويل يخص رؤوس الجمهورية، وهو يخرج عمليا بهذا الفصل عن حقيقته وعن كنه. وبالتالي والقضية الحقيقة أبعد من كونها دستورية، القضية بالأساس سياسية. رئيس قيس سعيد لا يؤمن ببنية النظام السياسي الحالي، لا يؤمن بتواجد الأحزاب السياسية، لديه مشروع جاء به ويريد تنفيذه بعيدا عن إرادة الدستور وعن يعني منطوق الدستور. وبالتالي نحن لا نتحدث هنا فقط عن أزمة في علاقة بتأويل الدستور، وإنما كذلك بمنطق جديد ورؤية جديدة لقيادة البلاد في المرحلة القادمة. الحديث عن قيادة البلاد سيد زياد، في ظل النظام السابق لبن علي كانت القوات الأمنية والجهاز الأمني مثلا في الشرطة هو الجهاز الأساسي الذي يستند عليه بن علي. اختلف اليوم الأمر باللجوء إلى الجيش التونسي الذي ساند قيس سعيد في قراراته الأخيرة. كيف يمكن تقييم موقف الجيش التونسي، وما الذي اختلف الآن؟ ما زال التونسيين على أمل أن المؤسسة العسكرية تكون على الحياد في هذه المعركة السياسية المباشرة، خاصة مع صورتها الناصعة التي كرستها خلال ثورة الحرية والكرامة. والخطورة تكمن في ما ذكرتيه، أنه إقحام المؤسسة العسكرية في الصراع السياسي لأول مرة في البلاد واستدعائه ليكون طرفا في هذه الأزمة السياسية. الحقيقة ما أقدم عليه الجيش التونسي خاصة اليوم بإغلاق البرلمان التونسي وكذلك بإغلاق مؤسسة رئاسة الحكومة في القصر سابقة خطيرة. نحن ما نتمناه كتونسيين وأمنا في مؤسسة عسكرية أن تبقى كما عهدناها تاريخيا ودائما بعيدة عن التدخل المباشر في العملية السياسية، وأن دورها كما يضبطه الدستور هي حماية الحدود، وأنه لا علاقة لها بشكل مباشر فيما يحدث من صراع سياسي. وبالتالي نحن أمام كما قلت منعرج خطير، وأخطر ما فيه أن توظف المؤسسات الصلبة سواء كانت مؤسسة عسكرية مؤسسة أمنية والخروج بها عن دورها الطبيعي وإقحامها في هذا الصراع الذي لا يتحمل مثل هذا المنحى الخطير والخطير جدا. ما دواعي الثورة المضادة؟ هل تولي التيارات الإسلامية الحكم هو السبب، أم استهداف بناء دولة المواطنة والقانون والمبادئ الديمقراطية؟ في
في العمق وفي الحقيقة هو استهداف للعملية الديمقراطية والمواطنية بشكل أساسي، لأنه قيام أي نظام ديمقراطي في المنطقة مزعج بالنسبة للثورة المضادة وبعض القوى الإقليمية والدولية التي ترى أن انعتاق المنطقة العربية والإسلامية وتحولها إلى منطقة ناجحة وناهضة أمر يقلق راحة الفاعلين الإقليميين والدوليين، يعتبرونه تهديد مباشر لمصالحهم في المنطقة، وبالتالي الاستهداف هو في الحقيقة للقضية الديمقراطية أساسا، وتأتي بعد ذلك الإسلاميين أو غيرهم كشماعة من أجل مزيد التسلل لداخل بنية النظام السياسي وتقويضه من داخله، لكن هذا لا يلغي كذلك وحتى نكون موضوعيين أن هناك أخطاء تراكمت خلال المسار السابق في عقد من الثورة إلى الآن، تراكمت أخطاء كثيرة، وأنه الجهات السياسية التي قادت البلاد في المرحلة السابقة ارتكبت أخطاء قاتلة ساهمت بشكل كبير فيما وصلت إليه الأوضاع، وأعطت المبرر بين قوسين لقيس سعيد، وان كنت لا ابرر ما قام به وموقف واضح منه، من ان يذهب في هذا المنحى، وبالتالي حتى الحال الاجتماعيه والسياسيه التي وصلت لها البلاد لا شك انها كانت دافعه لقيس سعيد من ان يذهب في خطوته ووظفها في اطار ما قام به من اجراءات وقرارات التي اعلن عليها منذ البارحه. إلى أي مدى يساهم تحريك الشارع من قبل طرفي الأزمة في تونس في إنهاء هذا الوضع غير الطبيعي الذي تمر به؟ طبعا نحن محتاجين في هذه المرحلة إلى شيء من الهدوء ومحاولة إيجاد ولو ثغرة لعودة إلى طاولة الحوار. رئيس الجمهورية على كل حال قام هو هذا المساء بخطوة تعتبر إلى حد ما إيجابية، نرجو أن يبنى عليها، وهي دعوة رؤساء المنظمات الاجتماعية لقصر قرطاج، وكان تأكيده على أنه سيظل في احترام للدستور وأنه سيدعو إلى حوار وأنه سيعالج أوضاع البلاد، لكن هذه كلها مؤشرات يجب أن تصدقها أفعال حقيقية على الأرض. دعوة حركة النهضة كذلك أنصارها للانسحاب من أمام البرلمان أعتبره خطوة إيجابية على الأقل في اللحظة الراهنة، تجنيبا لوقوع البلاد في ممكن احتكاكات والتحامات بين أطراف يعني متناوية على مستوى الشارع خاصة مع أنصار قيس سعيد، وبالتالي نحن محتاجين إلى تهدئة في هذه الأيام لعلنا يعني نجد مخرج من هذه الأزمة ويعود الجميع إلى طاولة الحوار، ولما لا إيجاد صيغة لإنهاء الأزمة بإيجاد حكومة إنقاذ وطني والدعوة ممكن إلى انتخابات مبكرة تنهي حالة الشلل السياسي التي تعيش البلاد منذ فترة. شكرا جزيلا لكم الصحفي والناشط السياسي زياد أبو مخلى، حدثنا عبر الهاتف من العاصمة تونس.